و صدقوني احنا ما بنعرفش الناس الا لما نحطهم في مواقف حقيقيه. في ناس بنعرفها سنين، واول ما بنحطهم في اختبارات حقيقيه بيقعوا مننا. فصدقوني احنا كنوز بعض، فلازم نحافظ على بعض. مساء الخير يا استاذ علي. مرحبا، شرفنا الاستاذ حسام عزام ورحبنا بيه، لكن ارحب بفريق اسراء حموده مروه تتيمه، وان شاء الله هنشرف بالجميع. ولو سمحت يا استاذ حسام بعد اذنك تفضل كلمه الكلام خليل الضرور بعد اذنك. الشاعر القدير الاستاذ رزق محمد. شكرا للشاعر الاستاذ رزق محمد.